ما زال مستقبل نجم منتخب كولومبيا جيمس رودريغاز يصنع الحدث في سوق الانتقالات بأوروبا، لكن أيام قليلة المقبلة قد تكون حاسمة بتحديد وجهة نجم نادي موناكو في ظل التطور الواضح الذي عرفته المفاوضات بين إدارة ريال مدريد ونظيرتها الفرنسية. إدارة موناكو الفرنسية كانت قد بحثت عن إدخال عدة أسماء مدريدية في الصفقة، منها فابيو كوينتراو وسامي خضيرة وحتى ديغو لوبيز، بيد أن الرد جاء من النادي الملكي الذي رفض التخلي عن هذه الأسماء. ووفقا لما نقلته صحيفة برنابيو ديجيتال المدريدية، فإن رئيس نادي موناكو الفرنسي يرغب في الظفر بخدمة الحارس الإسباني إيكر كاسياس مقابل تسهيل مهمة انتقال رودريغاز. وما يعزز هذه الفرضية هو أن مستقبل كاسياس مع النادي الملكي غامض وسيتحدد وفق آخر الأنباء شهر أوت المقبل على أقصى تقدير.